تتلعب كرة لابو تريكا وهدف وهدف للنادي الاهلي. بقول لحضراتكم ان في مساحات فاضيه ما بين الثلاثه اللي في العمق، وابو تريكا عمل هدف جميل جدا، نايم عبد المنصف وراح حاططها له بلغه ضربات الجزاء محمد ابو تريكا. هنشوفها مره ثانيه، الاهلي يباغت الزمالك في اللحظات اللي الزمالك فيها يعني بدا يترسق وبدا يمسك الملعب. الكره خطا كبير جدا جدا، اما نجاح كبير جدا من الضغط للنادي الاهلي اللي استعمله مستر جوزيه. اهو شوف حضراتكم اتلعبت الكوره وابو تريكا نيم عبد المنصف ولعبها على شماله عشان يحرز النادي الاهلي في الدقيقه 36 هدف بطريقه ضربات الجزاء. ابو تريكا في الدقيقه 36 من الشوط الاول، شوف حضراتكم هدف بطريقه ضربات الجزاء، موه وعلى طول حط الكوره على شمال عبد المنصف وضغطه، وشوف ضغطه من ابو جلبان واصطادها لعبها كوره جميله. الاجمل التمويهه اللي طوحت حمد قطعا بيتمنى النهارده عنده 9 نقاط يتمناهم 12 نقطه، الاهلي عنده 8 نقاط يتمناهم 11 نقطه، الاسماعيلي طوعيه واختيارا. شوف دي الاول ابو تريكا والهدف، الله 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 يا قناص، الله 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 يا قناص، حلوه حلوه حلوه. ما كملتش كلامي، قلت والاهلي يتمناها 11 نقطه، صحيح لسه بدري لكن روعه 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 روعه. يا سلام عليك يا ابو تريكا يا صياد، يا سلام عليك يا صياد، اصطاد الكره وهي في الملعب، السمكه وهي في البحر، حلوه 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 يا ابو تريكا، يا سلام. التباطؤ، يمكن اتكلمت مع حضراتكم في بدايه اللقاء قلت لكم اخطر الكرات اللي بيلعبوها في خط ظهر الزمالك ببساطه شديده. بص خلي بالك، ادي البساطه الشديده اللي بيقول عليها، وادي الكره، وادي ابو تريكا ثبت عبد المنصف قعده على الارض، حطها ببطن رجله، حلوه 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 حلوه. اهي مره ثانيه وعمل بجسمه، طلع الراجل على الفاضي وببطن رجله، عارفه السكه، عارفه الطريق، عارفه الخط، هي دي هي فرحة الدنيا. ارقص يا ابو تريكا، غني يا عليا، حلوة حلوة حلوة. والهدف الاول للنادي الاهلي بقدم الفنان القدير محمد ابو تريكا، ودى الراجل في حتة وراح هو في حتة والشبكة